السلام عليكم اخوت، كديرين بخير؟ هانين في امان الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر صلصه ديال الباستا، صلصه بالطماطم ان شاء الله. كيفاش يعني تقدر تحضرها وتبقى تحتفظ بها لمده سنتين؟ المهم الطريقه هذه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ما تنسوناش من اعجاب ومتابعه. تحياتي لكم الخوت، وشاركوا الفيديو كذلك. تحياتي، السلام عليكم. اول حاجه الخوت، بامادور يعني مطيشه اللي تكون زوينه، وخاصه الا كتبحكم بحال هذا الشكل صغيره راه كتكون مزيانه، كتجيب صلصه زوينه تكون مويان. يعني هذا النوع هذا راه كيجي زوين في الصلصه. المهم غادي نحتاجوا الماء، غادي نديروا فيه بيكربونات، نغسلو يعني نغسلو مطيشه ديالنا في البيكربونات، لان البيكربونات غادي يحيد جميع الميكروبات. تقريبا بحال هكا يكفي، يعني جوج معالق كبار تقريبا غادي تقدر دوز فيهم تقريبا ديك 10 كيلو ولا هكاك. وغتحتاج بالطبع قاميله بحال هذا الشكل ولا اي شكل. المهم تابعوا معنا الطريقه كيفاش. اول حاجه البيكربونات كتخليه يطلق في المشويه، وكتعزل المطيشه، كتعزلها وكتغسلها هنايا، كدوز وحده بوحده بهذا الشكل هذا. كما شرحت لكم الخوت في الاول، كنعزلوا مطيشه اللي مزيانه كنغسلوها في البيكربونات كما قلت لكم، شرحت لكم في الاول. وتتقطع على جوج، وكدير هنا كاين الماء هنايا، كدير الماء وكتقطعوا. من بعد غنطيبوها 3 ولا 4 دقائق. المهم تابعوا معايا هذه الطريقه الاولى، يعني تعزل المطيشه اللي هي صالحه ومزيانه كتغسلها في البيكربونات. إذا كانت كثيرة الخوت راه كتستغرق مدة أكثر، تقريبا حتى 10 دقائق، لأن الماء كثير ومطيشة كثيرة يعني غتستغرق 10 دقائق قد ما كان، يعني الكثرة كتستغرق مدة أطول. المهم توصل يعني الماء يطيب شوية. إخوان غنحتاجو قراعي، من الأفضل يكونوا بحال هاد الشكل اللي عندهم هاد الجناب هادو من هنايا، يعني باش تزيرو مزيان. اول حاجه غتغسلهم بالبيكربونات والماء فقط، ما ديرش صابون. وغادي تحتاج يعني لي طافي بحال هادو، يكونوا بحال هكايا، يعني كتسمع هذا الصوت هذا فيهم، باش يعني ملي كطيب كتدخل لداخل بحال هكايا. ومن الافضل يكونوا جداد، راه متيتباعوا بحال هكايا في يعني في السوبرات كيتباعوا يعني جداد، من الافضل يكونوا جداد. والقراعي راه كتبقى تستعملهم يعني واحد العدد ديال المرات. المهم تابعوا معنا كيفاش هادو غادي نعقمهم ان شاء الله. القراعي وكذلك هاد لي طابي تما غنعقمهم بالعافيه مده 20 دقيقه تقريبا. دابا حاليا غنديروا هاد القراعي، المهم غنديروهم نعقمهم ان شاء الله يطيبوا. غادي نفرشوا ليهم هاد الثوب هذا باش ما يتفرقعوش، لان غتكون غيطيبو مدة 20 دقيقة تقريبا بهاد الطريقة هادي بحكا. وإما ديرهم بحكا، المهم شوف نتا كيف ما الطريقة اللي جاوك في سميتو ديرهم كيما درتي ليهم، إما تيشوفو لتحت إما الفوق بحال بحال. المهم أنا غندير ليهم بحكا باش يجيو ونديرهم يطيبو إن شاء الله. حتى القفيل تاهما غادي نديرهم إن شاء الله هنايا في الجناب هكايا. ودابا الخوت درته فوق الفورنو ان شاء الله باش يتعقمو مده 20 دقيقه. المهم على حساب الكميه ديال القراعي، بالنسبه لهادو تقريبا هادو 5، يعني كل 5 غندير ليهم 20 دقيقه ان شاء الله. المهم دابا مطيشه بعد ما طابت الخوت غادي نهزوها بحال بهذه الطريقه هذه، يعني تصفيها من هذاك الماء. انا راه كنطحنها بالقشور ديالها باش كتعطي واحد الكوستو مزيان هاد المطيشه هذه. وكاين اللي كيدير ديك الطحانه اخرى، يعني الطحانه ديك الكلاسيكي ديال اليد، هذه كتعزل القشور بوحدهم واللب ديال المطيشه بوحدو، لكن انا كنطحن في هاد الطحان هذا باش كطحن حتى القشور تاعو كيطحنوا، كيعطي واحد المذاق زوين. في ملي كتستعملها في الباستا ولا في البيتزا كتجي يعني كتعطي واحد المذاق زوين، واحد المذاق ديال الحموضه ديال المطيشه، الحموضه ديال المطيشه عاديه كتبقى فيها. وكاين اللي كيدير هذيك ديال اليد اللي كدور بحال هكا. المهم انا نصورها لكم، ديرها لكم هنا. هذه كتعزل يعني
كتعزل القشره بوحدها وكتعزل. بالنسبه للقراعي الخوت ما خصكش تمسهم كاع نهائيا بيدك، اولا ممكن يعني الا كانوا عندك شي يعني لي كواس ديال البلاستيك مزيان، البلاستيك داك البلاستيك اللي تيكون مزيان فهمت. المهم راه كتهزهم بهذه الطريقه بحال هكا، المهم كتحاول معاهم ما كتقيسهمش بيدك وصافي، لانهم كيتعقموا ما خاصش اي ميكروب ما خاصوش يمسهم. المهم تحيل عليهم بحال هكا بشويه بشويه حتى حتى لي طاب بيجاما صافي. بعد ما عقمنا الخوت القراعي كما شفتوا دابا الخوت صلصه بون عبقي شويه 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 ما غاديش تعمرها بزاف حتى لهاد البليصه هادي عشوني. ما تعمرش بزاف حد هنايا. المهم غنتابعوا العملية. الاخوان غنزيروه مزيان كما كتشوفوا معايا هكا، زيروه مزيان كما كتشوفوا معايا. بعد ما تزيروا الخوت غادي نعاودوا نرجعوا معاه ثاني يطيبوا مده 20 دقيقة تقريبا ويبقاو حتى يبردوا في الماء. المهم ملي يطيبوا مدة 20 دقيقة خليهم حتى يبردوا صافي. المهم غنديرو 20 دقيقة ويبردوا، عاد هديك الساعة ممكن تخزنهم يعني تكتب عليهم التاريخ وتخزنهم ان شاء الله. يلا بعد نشوفوا النتيجة. ها صلصة الخوت واجدة، راه المهم طبيعية ومصوبة بيدك، غير هي كتطلب الخدمه بزاف، ممكن تحتفظ بها مده سنتين تكتب عليها التاريخ. ونصيحه لاي واحد اللي بغى يديرها احسن يدير يعني شي حاجه كثيره لان كتطلب الخدمه، اللهم كتكون خدام فيها خدام يعني دير شي حاجه كثيره اللي المهم اللي تستهلكها، ولا تشترك انت وشي واحد وتخدموا فيها يعني، راه شي حاجه طبيعيه وصحيه ماشي بحال داكشي اللي كيتباع في الميركاتوات. هذا هو الاهم منها، لان راه كتقام اكثر من الاخرى ولكن راه شي حاجه طبيعيه كديرها بيدك. تحياتي لكم الخوت وشكرا على المشاهده حتى النهايه. ان شاء الله فيديو مقبل. تحياتي شكرا.